محمد رمضان فنان استثنائي وفنان شامل وفنان دخل مجال الأغنية أو المهرجان كسر الدنيا، ودخل مجال الإعلانات كسر الدنيا، ودخل كمان في التوزيع كسر الدنيا. فمحمد رمضان يعني شئت أم أبيتي فنان مكسر الدنيا. فأنا بقول أنا عن نفسي بشوفه فنان وبيغني لون، مش أنا بقول دايما الغنى مش كله عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم، ما في راب وفي مش عارف إيه وفي نوبي وفي ثقافات كتيرة يعني. وكان في زمان مونولوج، وكان فيه دلوقتي بقى فيه لون اللي هو المهرجان، او محمد برضو لا هو مهرجان صرف ولا هو اغنيه، بيعمل حاجه كده برضو كويسه، بس هو ناجح طبعا. ومش عاجبك، مش قصدي عليك انت يعني، اللي مش عاجبه عموما ما يتابعهوش، اللي عاجبه يتابعه. بس في الفنان تامر حسني جمعني انا وشاكوش في قاعده وصالحنا على بعض، والفنان تامر حسني قلبه نضيف جدا، ممكن حد غيره كان يصطف مع العكرة، ممكن حد غيره يعمل تليفون من تحت لتحت لاي جهه، لمين دولت وليه وبتاعه ويسخن، لكن لا، هو بيقول انتوا شباب كويس وبتعملوا مهرجان كويس، بصرف النظر عن في اللفظين اللي عملوا، لازم تحسنوا من نفسيكم ان انتوا طلعتوا بره خط كمان الوطن العربي، وانا شايف دي خطوه دعم كويسه منه. ممكن حد غيره كان مش عايز يظهر في الكادر خالص، بعيد عني ماليش دعوه بيهم، لكن هو ما عملش كده. فنانين تانيين بالعكس، في فنانين كتير جدا حاربونا وعايزين مش عايزين نظهر اصلا، ليه مين دولت عشان ياخدوا الضجه دي كلها، مين دولت عشان الموضوع يوصل معاهم لكده يتحطوا في الوضع ده. بس دي ارزاق يعني، والدنيا بتتغير،